تحياتي متابعي أوريانت، نحن هنا في عزاء الطفل محمد الياسين الذي وجد مقتول قبل يومين في إحدى شوارع بلدة أطمة في ريف إدلب الشمالي. طبعا محمد يبلغ من العمر 16 عاما، وهو كان يعمل في سرب الخردة وبيعها لتأمين لقمة العيش لعائلته. حتى هذه اللحظة لا توجد أي معلومات، سنتابع هذه التفاصيل مع العائلة. عظم الله أجركم يا جماعة، الله يعطيكم العافية. العم نعم العم. بداية يحكي لنا شوي شو في عندكم تفاصيل. تفاصيل ابن أخوي متوفى قتل عم، جاي هو رفيقه قطمي على المخيمات، تنزل هونداي معه اثنين زلم واثنين نسوان، بتنزل مرة وزلمة بيحطوا بيقتلوه مكان الجريمة عن سوق الغنم، بعد سوق الغنم بدون أي سبب. هيك بدون أي سبب، طفل بدون أي سبب. الشرطة شو قالتكم؟ وين صاروا بالتحقيق؟ الشرطة ملاحقين الموضوع، الله يعطيهم العافية ويجزيهم الخير، عم بتابع الموضوع أول بأول في التفاصيل وبالحق الموضوع. حضرتك عمه والده ما له موجود؟ والده ما موجود. نعم عمه. احكي لنا شوي عن محمد. مين محمد؟ شو بيشتغل؟ شو شخصيته؟ محمد شخصيته بيشتغل بيرو، بلم زبالة وبلم نايله وما نايله عشان يعيش أهله الله يساعد، ما له غيره. شو مطالبكم؟ مطالبنا الله ياخذنا حقه، وبدنا ناخذ حقه إن شاء الله بعد كذا سنة، بدنا القاتل يقتل. في حكي إنه كان مع محمد طفل آخر، يعني ممكن في شيء حول هذا الموضوع أو حدا عارف عنه شيء؟ الطفل معه، وكنا هلأ نحن عند جماعة المخفر بركت مع الطفل. الطفل يعني الطفل قال لك كان راكب معه، وعن شافه عم ينزل بيقتلوه ذاك في لقم، الطفل بعد عنه انهزم عنه واجا خبر أهله، التمت عليه العالم، اجا الدفاع المدني الله يجزيه الخير، أسعفوا على المشفى، ما توفي خالص. هل تم ضرب أحمد بأسلحة أو بشيء معين ولا بالإيد ولا يعني كيف؟ في الإيد، تم ضربه على الرأتين في الأجر، وتم ضربه على المحاشي اليسرى وعلى الرأس، نزيف في الرأس. النزيف هو سبب الوفاة؟ النزيف سبب الوفاة. الله يرحمه. تعيش ترحم.